تعالوا بقى نعود إلى بلادنا الكريمة، وإلى يعني لما بترجع برضو وتسافر دايما طول الوقت، يعني مصر دي ليها وحشة. أنا عشت كتير بره مصر، بسافر كتير جدا، بس دايما عندي لحظة الطيارة اللي هو أنت في الطيارة وبلدك خلاص هتوصل، لازم عينك كده عارف اللي هو لا يعني بتشوفها أجمل، أنا بشوفها أجمل بلاد الدنيا، يعني اللحظة اللي أنا شايفة فيها الأنوار وشايفة يعني خلاص هننزل، ولحظة إن إحنا بنسقف لكابتن الطيار، يعني اللحظات دي كانت كتيرة قوي في حياتي، بس دايماً هي لحظة متجددة، يعني لحظة العودة، العودة إلى الوطن الكريم. بنتكلم عن الكرم والوطن، خليني أكلمكم عن مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة مستمرة في خطواتها العظيمة من أجل توفير حياة لائقة وكريمة لأهالينا، وده طبعا زي ما احنا عارفين حياة كريمة موجودة في كل محافظات مصر بالتطوير. بعد نجاح المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة بمطروح، محافظة مطروح، واللي شهدت تطوير 11 قرية، أعلنت مبادرة حياة كريمة عن ضم 30 قرية جديدة للمبادرة. خلينا ناخد هذه المداخلة ونعرف تفاصيل أكتر مع أستاذ عبد الرحمن الطباخ، منسق حياة كريمة في مطروح. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذ شفكي وأستاذ محمد. طبعا يعني مطروح دي يعني اساسا محافظه من اجمل المحافظات، يعني فكلمني عن يعني دلوقتي تم ضم كمان 30 قريه بعد المرحله الاولى والثانيه، ايه سبب ضم القرى دي يعني؟ طيب في البدايه لو تسمحي لي طبعا يعني اقول مختصر كده بسيط جدا عن المبادره بدات ازاي ووصلنا لفين. تمام. طبعا المبادره انطلقت بعد مؤتمر الشباب في العاصمه الاداريه وفي 2019، وكانت المستهدف فيها تطوير 270 قريه على مستوى الجمهوريه، كان نصيب مطروح منها 27 قريه مقسمين على 3 سنوات. السنه الاولى كان القرى كانوا 5 قرى موجودين في 4 مراكز، وكانت تم التطوير فيهم يعني على مستوى جميع القطاعات، سواء بقى اتكلمنا على قطاعات الصحه او انشاء المدارس او رصف الطرق الداخليه او رفع كفاءه الوحدات المحليه او الوحدات الصحيه الموجوده في هذه القرى. وزي ما بيظهر في الصور اللي حضرتك بتعرضيها، طبعا مشروعات المياه كان ليها يعني دور كبير جدا، لان مطروح طبيعتها صحراويه، فمشروعات المياه بيكون ليها اهميه عند اهالينا في هذه القرى. طبعا الحمد لله نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى كانت 100%، وعدد يعني عدد المشروعات اللي تم تنفيذها حوالي 68 مشروع بإجمالي 77 مليون جنيه. بعد كده انتقلنا للسنة الثانية، كانت عبارة عن 6 قرى، ال6 قرى دول موجودين في 5 مراكز. برضو التطوير شمل برضو توسعات في المدارس أو إنشاء مدارس جديدة، برضو رفع كفاءة الوحدات المحلية ومراكز الشباب وإنشاء ملاعب منجلة، يعني تطوير على مستوى كل القطاعات الموجودة. بعد كده طبعا عدد المشروعات كان يعني يقترب من 35 مشروع بإجمالي 142 مليون جنيه تقريبا. دلوقتي منذ فترة قريبة جدا صدر قرار بضم حوالي 23 قرية و7 مناطق، يعني إجمالي حوالي 30 قرية. جاري طبعا في الوقت الحالي رصد الاحتياجات بتاعتهم، ويعني بنشوف طلبات الأهالي والاحتياجات الموجودة علشان يبدأ تطويرها واستكمال يعني القرى المستهدفه ان شاء الله. اكيد انا شايفه استاذ عبد الرحمن يعني الصور واحنا بنشوفها تباعا كمان، هي يعني بيتم التطوير والتنسيق والتجميل الجميل ده بما يتناسب مع طبيعه مطروح واهل مطروح، لان كل محافظه ليها طبيعه، فانا شايفه ان انتم محافظين على الالوان، محافظين على الشكل، محافظين على العادات والتقاليد والشكل الخاص بمطروح. يعني اللي حضرتك بيتعرض دلوقتي في كان في برضه ضمن توفير حياه كريمه، ان في يعني انشاء منازل في بعض القرى حوالي 134 منزل، سواء هدم وبناء يعني منازل او بناء منازل جديده، وده كان ضمن طبعا يعني الحياه الكريمه اللي بتتوفر للمواطنين في هذه القرى. طبعا بس حياه كريمه مش بتعمل بس تطوير للمنازل او المدارس او الوحدات الصحيه او غيره، كمان في مبادرات فرعيه بتهتم ب حاجات اخرى وبتواكب اللي يعني الراي العام. يعني مثلا كان ساعه قانون التصالح في مخالفات البناء، كان حياه كريمه ليها دور مهم جدا عندنا في مطروح، 206 اسره تم دفع التصالح في مخالفات البناء عنهم. كمان في مبادرات بتهتم بالجانب الصحي، زي مبادره تم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجمعيات الاهليه ومحافظه مطروح، وكانت تحت رعايه السيد المحافظ، زي اسمها مبادره اسمها سلامه قلبك. يعني إذن
تمام. يعني إذن حضرتك أنت بتكلمني، إذن إحنا في مطروح موجودين مع حياة كريمة مش فقط من العمارة والتنسيق العمارة، ولكن أيضا حياة المواطنين وصحتهم وما يحتاجون إليه، يعني في اهتمام بشكل عام من كافة النواحي. مظبوط يا فندم. المبادرات اللي بتتم دي بتتم بالتوازي مع انشاء اللي احنا قلنا عليه من شويه، يعني التطوير بيتم بالتوازي مع الاهتمام بالجانب المجتمعي. اخر حاجه كانت معموله ان احنا خلال الفتره اللي فاتت كان في مبادره وسط الخير اللي هي هديه السيد الرئيس اللي استهدفت توزيع مواد غذائيه على عدد كبير من الاسر، وصل حوالي 8000 صندوق مواد غذائيه. ومبادره رد الجميل كانت قبليها لتوزيع برضه في ازمه او في جائحه كورونا. بالظبط. فالمبادره الرئاسيه حياه كريمه مشاركه في كل ما يهم المواطنين في هذه القرى. اكيد انا الحقيقه بسعد جدا كل ما يكون في هذه اللمسات وهذا التطوير وهذه الطبطبه على مواطنينا اللي موجودين في محافظات مصر، وتحديدا بنتكلم النهارده عن محافظه مطروح. انا بشكرك جدا استاذ عبد الرحمن الطباخ منسق حياه كريمه في مطروح، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.